سد اليمنى وفاتي يدود علاتي خصراه وياد لنسف عرض فاتي واليوم عني وسط قبره متوسد اليمنى وفاتي يدود علاتي خصراه وياد لنسف عرض فاتي السكر نباتي حطوه قبري عند قبره بحسانكم. طارق بن زايد أو طارق بن زياد من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلقاء سيف السعدي. ما ينرث الحي عاده تنرث الأموات، يا كيف نرثيك يا حي ويا شاهد، لو ترتفع في حضورك بالحزن الأصوات، تعيد انت وتعيش في عيد وتعايد، أحس بك من عيالي يوم طيفك فات، وأحس إني لمثلك من جب ووالد، أحس بك من عيالي يوم طيفك فات، وأحس إني لمثلك من جب ووالد، دافعت عن دار هي دارك من الآفات، تواجه أهل الغدر والمعتدي الحاسد، عن طارق بن زياد اسمك شبيه أبات، كنت أنت طارق ولكن الأو زايد. عن طارق بن زياد اسمك شبيه أبات، كنت أنت طارق ولكن الأبو زايد، وزايد أبو الكل شهم ورافع الرايات، وزايد زعيم الرجال القدوة القايد، من لجل شعبه يضحي لو مضى ما مات، يحيى بضمير الوطن طول الزمن خالد، ونقول للي غدر بك يحسب الخطوات، وعن حقنا من تنازل لجله نعاود، عاد عليها ربينا على الغدر من بات، طبع الرجال وفعلنا وقولنا واحد، أولاد زايد هل النخوة وهل الهقوات، والله على ما نقوله عالم وشاهد. اسمعنا بس، راديو الرابعة، راديو الرابعة. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ونرحب بمكالماتكم على 600-551-610، ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبله على 7009، لكن يمكن ما أستقبل مكالمات، ما أدري والله، بشوف على حسب الوقت. المهم في زمن خلنا نقول تسود فيه المادة مع الأسف الشديد، واستوى كل شيء بمقابل، يمكن الله سبحانه وتعالى سخر ناس معينين يعلمون أنه ما بكل شيء بالمادة. أنا أقصد هنا طبعا مع الأسف الشديد أنه في ناس ما يبون يسوون أي شيء إلا بكم بتعطيني، شو بتعطيني، شو بتسوي لي، المثل الدارج عند الكثيرين لا يخدم بخيل وغيره وغيره وغيره. لكن
سبحان الله في ناس تغرس ثقافة معينة اللي هي ثقافة العطاء بدون مقابل، بين قوسين التطوع. طبعا عندي هنا تقريبا 5 أو 6 طلبة صغار في العمر من مدرسة، شو اسم مدرستكم؟ مغيدر. من مدرسة مغيدر، يمكن على وعسى نحن الكبار نتعلم منهم شيء، لأن هذيل متطوعين. أيوة تكلم في الميكروفون. إنزين نتعرف عليهم. إنزين قول لي اسمك أنت. سيف. سيف منو؟ تعال تعال تعال. سيف منو؟ أبيع ترى. إنزين إنزين سيف منو؟ سيف سعود منو؟ قول اسمك بالكامل. بس عندك سيف وسعود؟ قول اسمك بالكامل. سعود. ها سيف تستحي. إنزين اللي بعد تعالته. راشد. ها أنت شو اسمك؟ عبد الله عمر. عبد الله عمر بنو. بس عبد الله عمر. زين عبد الله اللي بعده. شحي. أنا الطالب محمد أحمد علي الرحمن شحي صف 5-1 في مدرسة مغيدرة. ما شاء الله. وأنا نائب الرئيس. بناخذكم بالدور. زين أنت. أنا الطالب معاذ. ارفع صوتك تعال عند المايك. اللي بيتكلم يني عند المايك. أنا الطالب معاذ يوسف علي جامع من مدرسة مغيدر للتعليم الأساسي حلقة 1. أنا أمين الصندوق. لا تبغى تتكلم تبغى تقول شيء قول. شو تبغى تقول؟ زين يا معاذ تعال منا خل عبد الله يتكلم. يلا عبد الله. الطالب عبد الله محمد عبد. لا هنا هنا. من مدرسة مغيدر للتعليم الأساسي حلقة أولى. عبد الله تعال قدام شوية. زين قول. أنا الطالب عبد الله محمد عبدي من مدرسة مغيري التعليم الأساسي حلقة أولى. أنا عضو في أنا رئيس ليلة طلابي. زين ارفع صوتك يوم بتتكلم. زين خبرني عبد الله عن مبادرتكم. زين تعال هنا وقف هنا تعال حبيبي أنت شوية كذا. أنت تعال 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 أيوة يلا عبد الله خليك قدام المايك قول. اسم مدرستنا مدرسة مغيدر للتعليم الأساسي. زين ارفع صوتك وطالع المايك وطالع هناك خل أهلك يشوفونك بعدين في الليل. ومبادرتنا إن ننشر التطوع، واليوم راح نكلمكم عن التطوع. تعريف التطوع. التطوع إن يعني يوم أسير الصف، يعني ما أقول أنا تطوعت اليوم، بس أخبر أصدقائي، أنشر التطوع، أخبر أهلي، عشان كل التطوع ينتشر في المدرسة. زين وزين قول معاذ. معاذ ولا عبد الله؟ آه عبد الله انت معاذ. معاذ قول. قول. التطوع تعريفه هيئة وطنية إنسانية تطوعية تلبي نداء الواجب بدون مقابل ونحصل الأجر من عند الله. ذهبنا لزيارات كثيرة مثل حرمة مواطنة نصحتنا ببر الوالدين بقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. زين الشحي شو تخبرنا عن التطوع يا شحي؟ التطوع هو شيء بدون مقابل. نحن صرنا وايد اماكن مثلا رحنا عند دال حرمه مسكينه بعدها ما عندها بيت ايجار باكستانيين كان ريال عنده مرض خلة وما يروم وحرمه عنده فيها كسر والفاتوره طلعت 900. شو سويتون زين انتو؟ 9000 وصلنا منك عطيناهم من تساعدونهم؟ هي شو تسوون بالضبط؟ عطيناهم فلوس. فلوس؟ هي. بس؟ لا ها ساعدناهم. شو ساعدتهم؟ كيف ساعدتهم؟ اشترينا لهم أدوية. اها وبعد؟ ووفرنا لهم الطعام. وأملنا لهم بطانيات وال احتياجاتهم اللي هم محتاجين الأشياء اللي ناقصتهم. ها شو عندكم؟ ونحن سوينا حملات في المدرسة منها حملة تراحموا لإغاثة بلاد الشام. نعم.
واستدعينا أولياء الأمور ليحضرون معنا هاي الحملة فتفاعلوا ويانا ورسلنا الدول المشاركة في حملة اللي عاصفة الثلجية فلسطين وأردن وسوريا والعراق. فكل أولياء الأمور تفاعلوا ويانا. ففي ناس رسلوا بطانيات دواتي. شيلوا غادي شيلي لا 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 في صوت شيلي بس شيلي لا بابا اي شيلي شيلي ودي عند غادة. زين بعدين زين انتوا ليش تسوون هالشيء؟ عشان نحن نحب هالشيء. لا يعني يعني انا اقصد الواحد ما يسوي شيء الا يحصل شيء مقابله. فأنتوا ليش تبون تساعدون الناس؟ ليش تبون تعلمون حتى الطلبة الثانيين أنهم لازم يساعدون الناس وبدون مقابل؟ ونحصل أجر من عند الله. لأن التطوع يوم تتطوع ما حد يعطينا فلوس أو مقابل. نحصل أجر من عند الله. وتبون توزعون أو تغرسون أو تعلمون الناس هذه الثقافة حتى اللي وياكم في المدرسة أن نحن لازم نتطوع وهذا واجب ومطلوب علينا والله سبحانه وتعالى وبدون مقابل عليه وبدون مقابل لازم يكون. طيب ويوم قلتوا حق الطلبة هالشيء شو حصلتوا؟ حصلتوا قبول وتجاوب ولا كانوا رافضين الموضوع هذا؟ كانوا يحبون هالشيء بس توا فريقنا أكثر وأكثر. الحين انتوا فريق كبير؟ كنا أول 6 الحين استوى 30. كنتوا 6 واستويتوا 30 ما شاء الله. لأن يوم خبرناهم كل واحد قال أبي أشترك. وأهاليهم يساعدونهم؟ إيه. ويوم يخبرون أهاليهم؟ أولياء الأمور دائما وياهم. أولياء الأمور دائما وياكم. شفتوا في فيلم مال يعني هلال احمر في رمضان؟ لا لا في فيلم امريكي في واحد ولد تقريبا سوى فكره انه واحد لازم يساعد 2 أو 3 كل واحد اذا يساعد 3 كل واحد يساعد 3 كذا بنقضي على كل واحد يساعد يقول له ساعدني ساعد 3. ايوه صح. هذا فيلم امريكي. لا في هذا اصلا فيلم امريكي هندي. لا اصلا فيلم امريكي عقب سووه الهندي. زين فما ادري بكم بس هي تكلم حبيبي قول شو تبغى تقول. احنا رحنا حق الفقره اعطيناهم ورد. بعد شو عطيتهم؟ بعد رحنا عرض ساعدناهم وعطيناهم سوتوا كذا مكان عطيناهم أكل وعطيناهم فلوس وتريقنا وياهم. زين الحين شو تبون تسوون؟ انتوا سويتوا الحين ساعدتوا صح؟ ايه. ساعدتوا ناس حتى حليتوا مشاكلهم لقدام شو تبون تسوون؟ نبى أكثر نسوي نساعد. يعني شو مثلا؟ يعني مثلا مثلا كفايات المحتاجين. كل المحتاجين إن شاء الله يكونون بخير. أي شيء محتاجين بس يخبرونا نحن منين لهم حتى لو في ساعة واحدة الفجر. ها إنزين إذا في ناس ما يبون يساعدون بدون مقابل شو تقولوا لهم؟ ما يبون نساعدهم؟ لا ما يبون يساعدون. نعم. يعني الحين أنتوا جيتوا عندي أنا هنا تبون تكلمون الناس تبون تقول لهم ساعدوا الناس في ناس محتاجة. انتوا الحمد لله مش محتاجين ممكن تساعدون الناس ممكن تاخذون الاجر. اي اقول لكم انا لا انا ما ابغى اخذ اجر ما ابغى اساعد. شو بتقول لي شو تسوي شو رايكم في الناس هذه؟ لا انتوا كاطفال يعني تشوفون واحد ما يساعد شو تقولوا له مثلا؟ نعطيه نصيحه. نعطيه نصائح. كيف تنظروا له شو تطالعون شو تقولون في داخلكم؟ نقول له يعني مثلا واحد راكب سياره فخمه وعنده فلوس وتعرفون ان هذا عنده فلوس وايد يهود. زين خذوا فالكم من اطفالكم اللي هال دائما يقولون صادقين لانه ما يجاملون. المهم شفت واحد فقير يا عنده ما طاي يساعده ما طاي يعطيه لكن صار مكان ثاني على شيء ثاني مثلا شرب له كوفي او غيره دفع 150 درهم 200 درهم ما عنده مشكله لكن هذا الفقير المحتاج مثلا ما ساعده شو تقولوا له؟ او انتم صرتوا عند واحد عنده فلوس زين طلبتوا مساعده حق الحرمه هذه اللي ما عندها اكل او الرجال منو ما كان زين طلبتوا مساعده ما طاع يعطيكم قالكم ما عندي ما اقدر قالكم اي شيء وانتم تعرفون انه عنده ويصرف على اشياء ثانيه شو رايكم فيه شو تقولون انتم شو تقولون في داخلكم؟ اقول له هذا انسان ما يحب الخلق بس وما يحب يساعد الناس بس قولوا الصدق بينكم بين بعض شو تقولون؟ انا اقول هذا الله يغرب له بخيل ما يساعد صح؟ ها شو تقولون؟ قل له
الله يغرب العموم. الله يبارك فيكم، الله يبارك في أهاليكم إن شاء الله، والله يقدركم على فعل الخير. ونحن ترانا كبار ورايحين، أنتوا اللي بتتمون، أنتوا اللي بتشتغلون، وأنتوا اللي بتعلمون، ونتمنى أنكم تغرسون الثقافة هذه عند الكل، ونتمنى نحن الكبار نستفيد منكم ونتعلم منكم. ها قول. وبعد رحنا عند مواطنة تحب القراءة، أعطيناها تحب قراءة كتب الشيخ سلطان، ونصحتنا أن نقرأ، وهي تحب القراءة كثير وكثيرا، واشترينا لها كتب أهديتوها. إذن أنتم مش بس تساعدون اللي محتاج مساعدة، أنتم بس تغرسون الفرحة وتزرعون البسمة على الشفاء. حتى لو كان موافد ما نساعد بس مواطن، ساعد موافد. أنتم تساعدون الإنسان معناته. تساعدون الإنسان. أي إنسان. شو ما كان يعني. صح؟ شوف حرمة قبل شوي. وقفة صوب المسجد. ما قاعدة وما ترومها. عطيناها تبرعنا لها فلوس. زين طيب في ناس يستغلون طيبتكم هذه، يمكن ما يكونون محتاجين، كيف تعرفونهم؟ يكون عنده وايد فلوس ويخلي عمره مسكين. هي مثلا ويتبرع وانه يتبرع وانه انا ما عندي فلوس وكل شيء، يخرب المكان ويقول انا ما عندي. هي يقول ما عندي، شو تسوون فيه؟ كيف تعرفونه؟ نشوف اذا هو عنده اشياء ونحن ما ندري. يعني هو انسان، هو انت تشوفونه كذا ما عنده ثيابه متبهذله، يمكن بعد يعني مسوي عمره تعبان مريض ما عنده كذا، ويمكن فعلا ريوله يمكن يعني ريله مقصوصه ولا كذا، ويمكن مريض بس هو عنده بس مو محتاج، بس يبين انه مو محتاج. كيف تعرفونه؟ شو تسوي له؟ انا باكل عنك هاي. زين نشوفه محتاج ولا لا، نشوف اساله اذا قال محتاج تعطونه. لا اول شيء نشوف هو قال محتاج تعطونه. لا مو بنسرع على الوقت، اول شيء نتاكد. واذا ما تأكدنا يمكن يكون حرام. العموم مرة ثانية الله يوفقكم إن شاء الله، وكل الشكر والتقدير لمدرسة مغيدر للتعليم الأساسي. أستاذ أبي أقول كلمة. قول حبيبي تعال. أبي أشكر دعمكم لنا، أبي أشكر دعمكم لنا، وأبي أشكر مديرة المدرسة أبلة خلود وأبلة شمسة وأبلوات المعاي والوكيلة أبلة مريم البنا. أبلة سمير. والله بس سمير فني. والله أبلة عامنة. أبلة عامنة. ها حد يبغى يقول شيء؟ لا. خلاص؟ أنا ما أقول. قول حبيبي. قول شو تبغى تقول؟ قول. أقول؟ إيه. قول. أي شيء تبغى تقوله؟ غني. أعرف أغني. زين شو تعرف تقول؟ شو تبغى تقول؟ بس قرآن أعرف. قول أي شيء تبغى تقول. أنا بس أعرف قرآن. زين قول. زين قول أي سورة. أي سورة تبغى تقرأ؟ قول. قل الله أحد. زين تسمح لي إني أختم البرنامج لأني خلصنا؟ زين. يلا حبيبي. باي باي، بالتوفيق إن شاء الله. الله يوفقكم. وشكر والتقدير للشادو. ولكم انتم الله يوفقكم ان شاء الله. واكثر شكر لمدرسه مغيدر. اكبر شكر حق مدرسه مغيدر، يعطيكم العافيه، حياكم الله. انا اشكركم انتم على فكره، انتم علمتونا شيء اليوم يمكن نحن مفتقدينه، فكل الشكر والتقدير لكم. يمكن نحن عايشين في نعم، عشان كذا ساعات نفقد الاحساس بالنعمه هذه لانها تلفناها مع الاسف الشديد. وانا يمكن ما بغيت اقول قدامهم، لكن في منهم 3 أطفال تقريبا أو 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا، عشان شيء بس ما حبيت أقول قدامهم الكلام، لأنه حلو أن نغرس الثقافة في عيالنا، ثقافة العطاء بدون مقابل. أرجع أقول لأنه لها معاني كثيرة، حتى يعني مع الأسف الشديد نحن ساعات نغلط في عيالنا أن نعلمهم إذا نجحت بشتري لك، إذا سويت لي بسوي لك، إذا كذا إذا كذا. لازم نعلمهم أن الحب مسألة مطلقة بدون مقابل. انت يوم تحب بطريقة مطلقة، مش تحب لان انا سويت لك. انا كأب انت لازم تبرني لاني انا ابوك فقط، مش لاي شيء ثاني، حتى لو انا ضربتك، حتى لو انا قصرت في حقك، حتى لو غيره، وانا لازم ابر ابوي وامي بنفس الطريقة. فهذه رسالة يمكن نستفيد منها. والانسان يوم يشوف من ذوي الاحتياجات الخاصة، تشوف ولد ما شاء الله عليه مثل الوردة، طول وجسم وهذا، بس سبحان الله
تحصل عنده خلل معين في ذهنه، إعاقة معينة في ذهنه، إعاقة معينة في الحركة كذا. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلي أحد يعني في النهاية، ويزاهم الله خير أهاليهم اللي صابرين عليهم، وإن شاء الله يكون يزاهم الجنة في النهاية. أنا ما عندي شيء ثاني أقوله. اليوم أنا مسؤول أدري. مسؤولين كلهم في إجازة. حظي أنا حلو أصلاً. عشان عشان ما. في الختام نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل النعم اللي نحن عايشين فيها شو ما كان. لذلك نحن دائما نقول ان مهما كانت حالتك سيئة، مهما كنت تواجه مشاكل، مهما كانت عندك نواقص، مهما كنت تعاني من امراض، احمد الله سبحانه وتعالى واشكره وتذكر دائما ان في هناك من هو اسوأ منك. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره دائما وابدا. يعذرون الاخوان يمكن لما قريت رسائلهم. في الختام تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني، كانت معنا هاجر، من الإخراج الإذاعي كان معنا علي عبد العزيز، في الأخبار كانت معنا أختنا غادة، ومثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.